بعض الأخوة الذين لهم مجوزات شرعية في الإفطار، ماذا يقول الفقهاء؟ يقول أنت يجوز لك أن تفطر بحسب العذر الشرعي بينك وبين الله، لكن لا يحق لك أن تهتك حرمة الشهر. هذا فعل وهذا فعل آخر. أنا أمام الناس أمسك إناء الماء وأشرب، أو أن أأكل بشكل علني بدعوى أنه يجوز لي، لقد ارتكبت أيضا شيئا فيه معصية، وأنه أنت تجاوزت حدود الإفطار. افطر في البيت، لكن أن تهتك حرمة هذا الشهر هذا ليس من حقك. الإنسان عندما يعرف حرمة هذا الشهر يتمنى أن تطول أيامه وساعاته للوجود البركات التي ننتقل إليها من بركة إلى أخرى، من بركة إلى أخرى.